الو، لو سمحت عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. التوسع في استيراد سلالات الماعز البور لتحسين سلالات الماعز المصري بالسلالات الأوروبية المتميزة، ونشر تلك السلالة بمختلف المحافظات نظراً لتميزها الشديد في إنتاج اللحم واللبن. كمان وزارة الزراعة بتقدم جميع التسهيلات للمستفيدين والمزارعين لشراء ماعز البور. علشان كده كان لفريق برنامج الثمرة زيارة إلى مزرعة ماعز البور التابعة لقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة. استيراد ماعز البور بيتم طبقاً للاشتراطات المصرية لاستيراد الحيوانات الحية من الخارج، خاصة إن ماعز البور من أهم السلالات المتميزة بإنتاج اللحوم والألبان، وبتمتلك قدرة عالية في التحويل الجزائي إلى لحوم وألبان. بيتم استيراد ماعز البور من قبل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمشكلة بالقرار الوزاري بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. ماعز البور من السلالات الأوروبية اللي بتتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسل العالي وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية، وبتتميز بمعدلات النمو السريعة وخصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية، وبترعى صغرها بشكل جيد وبتجعلها تقاوم الأمراض. كمان يمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام. وزارة الزراعة لا تمانع في جلب مثل هذه السلالات من أجل تنمية وتطوير صناعة الأغنام والماعز، طالما بتتحلى بصفات مظهرية وإنتاجية وتناسلية متميزة وذات صفات ذبيحة تناسب الذوق والمستهلك المصري، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، سواء كانت في بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات في المحاجر المصرية. كمان وزارة الزراعة بتنسق مع البنوك الوطنية في إعطاء تسهيلات للمستفيدين لشراء الماعز البور، وتقدم الشركة المستوردة الدعم الفني اللازم للمستفيدين والمساعدة في تمويل الراغبين في اقتناء سلالة ماعز البور المستوردة ضمن خطة الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية لأغراض التسمين لتوفير اللحوم وإنتاج الألبان. احنا دلوقتي في حدث مهم لبرنامج الثمرة لأول مرة حصريا في مزارع تربية الماعز البور. طبعا زي انتم شايفين الحكومة مهتمة باستيراد الماعز البور والتربية. النهاردة احنا في احد المزارع تربية الماعز البور التابعة لقطاع الانتاج بوزارة الزراعة. النهاردة عندهم طلوقات كتير هنشوفها برضو مع المهندس احمد الملاح مسؤول الانتاج الحيواني بقطاع الانتاج. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. عرفنا بقى احنا هنا فين بقى. لو انتم تشرفتوا مزرعة انتاج الحيواني بجزيرة الشعير، احنا عندنا تربية الماعز البورجيت الاصلي، هي الاستيراد كان من نيوزيلندا واستراليا. اللي موجود عندنا ده الاسترالي، اللي موجود عندنا ماعز بور اصلي، ما فيش اي نسبه خلط لان ما عنديش غير ماعز. خلينا نبدا من البدايه بقى، من بدايه استيراد الماعز البور حتى وصوله هنا للمحطه. الماعز عندي من تاريخ قديم شويه، انا عندي الماعز من سنه 2002. الاصل والغرض منه هو اكسار سلاله جديده تدي معدلات تحويل عاليه
وفي نفس الوقت ناخد منها مع المعز البلدي بتاعنا نعمل منه سلالة جديدة إن شاء الله في مصر. تمام. ده اللي جاري منا. إحنا عندنا بنكسر الأمهات بنخليها عندنا وفي مزارعنا، والذكورة اللي هي زايدة عن الحاجة بنبيعها كطلايق بعد ما بنعمل لها فحص تناسلي عن طريق معهد صحة الهرم ومعهد صحة حيوان، بيجي برضو يشوف عليها لو في أي أمراض بيبتدي يفحصها. تمام. بعد كده نبتدي نبيع الطلايق للناس اللي بتقدم طلبات في قطاع الإنتاج. النهاردة متاح إن أنا أحصل مثلا على طلوقة مع زبور، صح؟ تمام، موجود. إجراءاتها إيه؟ إجراءاتها بمنتهى البساطة، بيقدم طلب في قطاع الإنتاج في مبنى الهيئات والشركات، وهناك بيبتدي يبعت لنا ما يفيد إن هو مقدم طلب، بيجي يتفرج على الجديان المفحوصة اللي عندي، بيختار ما يناسبه منها، بيبتدي يدفع لي ثمنه عن طريق الفيزا كارت 18000 جنيه. تمام. سعر الواحد 18000 جنيه. تمام يا فندم. ده بقى عمره قد ايه؟ ده تقريبا عمره حوالي سنه ونص. تمام. طلوقه جاهز للاخصاب والوسب. تمام. ده لاكسار سلاله البور نفسه، مع نعمل منه خلايط مع المعز البلديه بتاعتنا والمعز اللي هي النوبي او المعز اللي هي الزراعي. تمام. احنا هنبدا هنقول مميزات المعز البور بالنسبه للذكوره. مميزات المعز البور في العموم. تمام. اولا هي مياله اكتر للتوائم. ثاني حاجه معدلات التحويل بتاعتها ما بين التغذيه اللي بتغذى عليها وتحويلها اللحم وحجم بتبقى عاليه جدا، يعني ممكن الثلاثه كيلو علف او الاربعه كيلو علف يعملوا كيلو لحم، فده نسبه عاليه جدا بالنسبه لنا. في خلال السنه ونص ممكن الجدي البور بيوصل من 80 ل 100 كيلو، المعز البلدي ما بيعديش 30 كيلو، ففي عندي مثلا متوسط فرق وزن بس مش اقل من 70 كيلو في خلال السنه ونص. تمام. يعني جديين كمان زادوا عليا في السنه. تمام. كل المزرعه هنا تلقيح طبيعي طبعا من تلقيح طبيعي من الطلوقات. من الطلوقات. ايوه فندم. تمام. طب احنا لو عايزين نلقح معز بلدي مع طلوقه بور، انا ما بدخلش عندي اي حاجه جديده خوفا من انتقال الامراض او خلط السلاله، فانا بشتغل المعز البور فقط لا غير، ما بدخلش سلالات، ما بدخلش اي عليها اي سلاله ثانيه، عشان يفضل الدم نقي والدم موجود هو البورجيت الاصلي فقط لا غير. تمام. خلال جولتنا انا شايفين اسماء هنا للطلقات، اشهر الاسماء هنا ايه بقى؟ اشهر الاسماء هنا الشملول. تمام. ده جدي بور جميل جدا ناتج من عندنا هنا، عنده 4 سنين دلوقتي، وزنه معدي 110 كيلو، رغم ان هو وزنه تقيل انما نقول في الوسب وانتاج الاطفال منه كويس جدا 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 يعني. تمام. عشان كده مسمينه شملول. في عندنا برضو ابو العيال، ده جدي كويس جدا، يعني معدلات ولاده كويسه جدا. يعني معدلات الولادات يلقح كام بقى؟ الجدي ممكن يلقح 40 انثى. تمام. وبمنتهى البساطه ما يتفوتش منه حاجه، لان مش ال 40 هيصرفوا في يوم واحد. تمام. على مدار مثلا ال 20 يوم الشهر بيكون مثلا كله جه، فخلاص الجدي لقح الكميه اللي موجوده معاه وزياده كده معاه زياده. تمام. لكل جدي هنا او مع زبور شهاده. ده تمام. حتى الحاجات اللي مفحوصة أو اللي هتتباع، الطلايا اللي هتتباع، كل جدي ليه شهادة. الشهادة عبارة عن الفحص التناسلي والقدرة على الوسب والسائل المنوي بتاعه بيبقى جاهز للتلقيح. تمام. قول لي بقى العلف بقى بيتم ازاي مع العلف؟ احنا بنعتمد اصلا على العلف الاخضر بالنسبة للمعز البور. بالنسبة للطلايا بنعتمد اكتر على العلف المركز. تمام. بنشتغل للطلايق مثلا علف 16% بروتين، الامهات الوالده والحاجات العشائر بنديها 18% بروتين عشان نضمن اعلى معدل بالنسبه للاولاد. تمام. المعزه هنا بتجيب كم ولاده؟ احنا بالمتوسط 3 بطون في السنتين. المعز هيولد على 5 شهور ونص، هنديله فرصه 2.5 شهر للارضاع وبعد كده يبتدي يخش للتلقيح، فخلال 3 سنتين بيجيب 3 بطون. للمعز الأم. بس الولادات الحديثة لها تعامل خاص؟ لا طبعا لازم لازم لازم. حتى التغذية خاصة ليها عشان تضمن أعلى معدل تحويل بعد كده. اللي بتربيه كويس وهو طفل بيطلع معاك كويس أوي وهو كبير. تمام. طيب بالنسبة للتحصين؟ لا، التحصينات يا فندم، التحصينات الدورية عن طريق الإدارة البيطرية، يعني هنقول زي الحمى الكلاعية، الوادي المتصدع، الجدري الكاذب، دي تحصينات سيادية بتتم عن الإدارات البيطرية. نيومو باك اللي هي العشر امراض، سلالات امراض الدم، كل دي تحصينات بتتم عن طريق الادارات البيطريه هنا، احنا هنا في القناطر الخيريه، الاداره البيطريه قايمه بصراحه بالكفاءه عاليه بالحكايه دي. تمام. النهارده المعز البور ده اهتمام من الدوله،
علشان تحسين سلالة الماعز بتاعتنا. بالظبط يا فندم، هو القصد والمطلوب كله جزء من خلال التوجيهات طبعا الرئاسية ان احنا نرفع معدلات التحويل، نرفعها عن طريق ايه؟ السلالات اللي تعمل معدلات تحويل اعلى وتجيب اكثار اكتر بالنسبة للماعز بتاعتنا. تمام، بالنسبة احنا اتكلمنا عن اللحوم، بالنسبة للألبان هنا؟ لا، الألبان هي هنا بالنسبة لنا هنا مفيش لبن بالنسبة للماعز، انا بعتمد على طبعا الرضاعة الطبيعية بالنسبة للمواليد، فلازم تبقى يعني تجد ما يكفيها ويفيض كمان. تمام، عايزين نقول احنا الفترة اللي جاية لو عندنا مثلا زيادة في الإناث هنا ممكن تطرح للبيع؟ ممكن تطرح للبيع عن طريق طبعا القطاع. تمام، لما بقول ان انا عندي زيادة في انتاج الامهات نفسها ببتدي اطرح منها جزء للبيع. تمام، السعر بتاع تقريبا مثلا كم؟ لا يا فندم والله انا ما اقدرش اعرف حكاية السعر لان انا ما فتحتش بيع امهات اصلا، انما اللي انا ببيعه هو الطلايق الطلايق اللي تم عمليه الاخصاب بيها وجهاز الاخصاب ده اللي ببيعه ب 18000 بس. 18000 جنيه انا شايف في طلوقات بتعدي ال 50000 و60000 و70000 و100000 بنسمع عنها. احنا عايزين نكسر سلاله، مش المقصود هنا الربحيه. ادي ما مقصود اكسار سلاله جيده بالنسبه للمواطن المصري. ما هو 18000 جنيه بالنسبه للفلاح يحسبها يقول ماعز ب 18000 جنيه، لا ده كتير. لا هي مش كتير على الانتاجيه اللي هياخدها منه وعلى الشغل اللي هيعمله معاه. تمام، بتولد على قد ايه المعزه؟ المعزه على 5 شهور ونص. تمام، التلقيح بيكون الفترات التلقيح في بسيب 2 شهر ونص اللي هم الرضاعه الطبيعيه بتاعتها، الجدي او المولود ياخد حجمه وياخد وزن، وابتدي افطم وادخلها لل ادخلها هي للطلايق. الطلوقه بعد قد ايه نقول ان هي خلاص كده هتتباع لحم؟ الطلوقة هيتباع لحم. الطلايق الأصلية طبعا حضرتك اللي هي الدم الحر البيو الخالصة ما أفضلش إن أنا أبيعها لحم مثلا قبل 7-8 سنين، أنا ببيعه على سنة مثلا سنة ونص جاهز للتلقيح، هيشتغل عند سعادتك مثلا حوالي خمس ست مواسم تاخد منه إنتاجية، بعد كده ممكن تطلعه كلحم وتغير الدم عشان تبتدي تاخد سلالات جديدة تاني بدم جديد تاني. طيب بالنسبة للإناث أخيرا لو أنا عايز أعرف الطلوقة دي بيور أو غير بيور، في علامات مميزة بالنسبة للمعز البور، في 4 علامات موجودين تحت حوالين الخصيتين، الخصية بتبقى في جراب واحد، المعز نفسه رجليه قصيرة والحجم الصدر بتاعه عريض جدا، القرن تملي لف يعني لو شاطح شوية ماشي بس أهم حاجة يبقى المنشأ بتاعه مظبوط، الشكل العام جميل، الشكل العام بالنسبة للجدي البور هو شكل عام رائع. مع التغذية كويسة مع السلالة كويسة أكيد هيدي حاجة كويسة جدا. لو سمحت عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس حماية بامتياز.